في النهاية أنا طبعا أخويا وحبيبي وقرة عيني سيادة اللواء إبراهيم عبد الهادي الموجي ابن بورسعيد المدينة الباسلة، نائب مدير الأمن سابقا ورئيس الأمن العام قطاع الأمن العام في المنيا وغير المنيا، ربنا يكرمه النهاردة شرفنا بورسعيد ونكل له كل الاحترام، خدم البلد خدمات جليلة جدا وله بصمات في محافظة المنيا وغير محافظة المنيا وربما يكون في محافظات مصر كلها، وخدم هذا الوطن الجليل. نسأل الله جل وعلا له أن يعطيه ما يحب ويرضى وأن يكرمه دنيا وآخرة وأن يبارك في أولاده وأولاد المسلمين وألا يحرمه من رؤية حبيبه المصطفى في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل حسناته مليئة بالميزان وأن يبدل سيئاته حسنات، وأن يعطيه بكل حرف قرأه أو تلاه في كتاب الله جنة ونعيما. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تكشف الستر عنا، وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.